احنا باش نقوم زادة بكتابة رسالة للسيد رئيس الجمهورية، هل يرضى تحت حكمه، لانه هو الحاكم الفعلي اليوم في البلاد، انه عنده خصم سياسي وهو خصمه الواضح في الانتخابات الرئاسية يكون مسجون دون قرينة، دون التمتع بقرينة البراءة. نهيبوه المجلس هذايا، ما عادش نحتلموا في السلطة التشريعية، ما عادش نحتلموا في تفريق بين السلطات، ما عادش نحتلموا في قداسة القضاء والعدالة. توا في اللحظة دي احنا هوني وندوة صحفية بتاع قلب تونس دفاعا على ملف في القضاء. الديمقراطيين اللي يدعيوا ديمقراطية واللي هما ما يعرفوا في الديمقراطية حتى شيء، هذوما تحكي على رئيس حزبنا اللي هما حطوه في الحبس واللي هما ماذا بيهم يبقى في الحزب في الحبس وقت اللي نجبدوه احنا كرئيس حزب سياسي مترشح لانتخابات رئاسية ورغم انفهم لان يجيهم الحكاك يجيهم الحكاك. هذوما الناس مجرمه